أهلا بكم إلى نشرة التاسعة من قناة ليبيا الأحرار وأبرز عناوينها. شكشك يدعو وزارة الاقتصاد إلى منح الموافقة على التغطية لكافة الشركات الموردة للأضاحي. عقب إقالة إدارة المصرف الخارجي يرفض القرار ويقول إن جميع معاملاته تخضع للرقابة. أطباء بلا حدود تقول إن المهاجرين يتعرضون للتعذيب في ليبيا والتضامن تحذر من تنامي أعدادهم. إلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وزير الاقتصاد والصناعة المفوض إلى ضرورة منح الموافقة على التغطية لكافة الشركات الموردة لأضاحي عيد هذا العام بشرط التحقق من التزاماتها. شكشك طالب في كتاب وجهه إلى وزير الاقتصاد المفوض بالالتزام بسعر البيع الذي حددته مراقبات الاقتصاد والالتزام بالبيع الإلكتروني أو الصكوك المصدقة وموافاة الديوان بكل ما يتخذ بالخصوص. أقل من أسبوع يفصلنا على عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ برنامج توريد الأضاحي الذي طمأن به الناس لم يكتمل، ويشهد ربكة بين الجهات الرسمية والشركات الموردة، وضعية لم يفهمها المواطن الذي لم يتمكن من شراء أضحيته بالأسعار المدعومة. لكن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك فسرها بأن هناك من يعرقل برنامج توريد الأضاحي دون أن يكشف تفاصيل أخرى، واكتفى بدعوة وزير الاقتصاد والصناعة المفوض إلى ضرورة الموافقة على تغطية لكافة الشركات الموردة بشرط التحقق من التزاماتها. تعطل منظومة التغطية المالية من المصرف المركزي لتوفير الأضاحي بالعدد الكافي الذي لم تبرره أي جهة، قالت شركة الإنماء للتهيئة والاستثمار إنه بمرور الوقت وبعد محاولات لفتح المنظومة يستحيل توريد الأضاحي، لا سيما بعد قرار الرئاسة بإغلاقها. ورغم التحديات الحالية، دعت إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لمتابعة موافقات التوريد والتنسيق مع الجهات الرقابية، وطلبتهم باعتماد أسعارها وفقا للتكلفة الفعلية وإعلانها في جميع منافذ البيع، إجراء تزامن مع دعوات لتوريد الأضاحي بكميات تكفي احتياجات السوق واستعجال تحديد أماكن بيعها وأسعارها، لاسيما بعدما وصفته بلدية بوسليم بفشل هذه الآلية والدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق مع كافة المعنيين. هذا وأعلن المجلس الرئاسي الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع القادم عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات العامة التابعة للدولة. وأوصى الرئاسي في قراره بأن يراعى في هذه العطلة المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية والعاجلة، على أن يحفظ حق العاملين بهذه المؤسسات في الحصول على عطلة في أيام لاحقة بحسب نص القرار. يشهد سوق المواشي بمدينة الرجبان إقبالا كبيرا كل عام، حيث يتوافد المواطنون من مختلف مدن الجبل والساحل والعاصمة بحثا عن أسعار منخفضة للأضاحي. ومع ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، يحمل المواطنون والمهتمون بالحكومة المسؤولية الكاملة لغلاء الأسعار لعدم قيامهم بأي إجراءات تصب في مصلحة المربي. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك شيئا فشيئا يبدأ التفكير والحديث حول الأسعار وجودة الأضحية، إضافة لسؤال أهم يطرح: كم وصل سعر الأضحية؟ سوق المواشي بمدينة الرجبان يعد أحد أهم أسواق الأضاحي بمنطقة جبل نفوسة، التي تشهد إقبالا كبيرا كل عام، حيث يتوافد المواطنون من مختلف مدن الجبل والساحل والعاصمة بحثا عن أسعار منخفضة وأضاحي جيدة. الأسعار في هذا السوق تجاوزت 1500 دينار محدثة فارقا كبيرا مقارنة بأسعار السنوات الماضية، وسط مخاوف المواطنين من عدم قدرتهم على التعامل مع هذه الأسعار التي من المتوقع أن ترتفع أكثر خلال الأيام المقبلة.
مربو المواشي يتحدثون عن أسباب كثيرة وراء ارتفاع الأسعار، من ارتفاع أسعار الأعلاف وارتفاع أجور الرعاة، إضافة إلى غلاء أدوية المواشي وعدم توفيرها من قبل الجهات الحكومية المتمثلة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية. ترجع الأسباب ليش؟ لغلاوة الأعلاف. كنت أرى العلف واصل معناها 180 و200 دينار، تجي معناها للمصنع بتحجز أنت في العلفة يقولوا لك لا نخدن، معنى شيك ما هناش. المواطن في جوا فيه، والمرؤوب كذلك في جوا، صاحب الأسرة بتاع 10 و8 من دولة 200 و300 حق الخضرة، وعنده سيارة وعنده التزامات وعنده كل شيء، المربي يجي لك قطار الشيرة 220 قوم كذلك، السارح 1200 و1300. رغم ارتفاع سعر الأضحية بشكل غير مسبوق، إلا أن المواطن حريص على شراء الأضحية في ظل ترقب وصول الخروف الإسباني للبلاد على أمل أن تنخفض الأسعار. ويحمل المواطن والمربي المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة لغلاء الأسعار لعدم قيامهم بأي إجراءات تصب في مصلحة المربي والمواطن من خلال توفير الأعلاف لمربي المواشي، مما سينعكس إيجابا على أسعار الأضاحي حسب قولهم. أما في بنغازي فيستعد المواطنون لاستقبال عيد الأضحى المبارك بأجواء ملؤها السعادة وببيع البضائع اللازمة لإحياء يوم العيد. كاميرا الأحرار تجولت في نواحي المدينة ورصدت التقرير التالي. هي العادة، هكذا جرت وهكذا توارثتها أجيال سالفة. بكوة الملح يستقبل العيد الكبير مبكرا، بشويات وحطب وفحم وسكاكين تسن لذبح الشاة وسلخ الأضاحي. دخلت الأيام العشر وفاحت معها رائحة الشواء بين جنبات المدينة، تنتشر أسواق السعي والخضرة ويسمع صياح الكباش واضحا يرتفع عاليا من كل بيت، وتلهج المساجد بذكر الله موحدة، الله أكبر ولله الحمد. إن شاء الله العيد هذا عيد خير علينا كلنا وعلى أمة محمد وعلى اللبين، وإن شاء الله في الأسعار في متناول الجميع وتوفرت السيولة، والحمد لله إن شاء الله نعيده كلنا. عيد اللحم هو عيد كبير في كل شيء، يبتهج الناس رغما عن الظروف، تزدهر الأسواق رغم شح السيولة، يشتغل الشباب العاطلين عن العمل ويطرحون بضاعتهم على جنبات الشوارع، القرمية والسواطير والتوابل والملح وكانون الفحم استقبالا للعيد الكبير. كانت أحياء التوريلي والزريعية وسوق 11 زاهرة فيما مضى بأجواء العيد، إلا أنها تأثرت منذ سنوات بآثار الحرب، ولكن العادات البنغازية مستمرة. تو مازال السيولة ناقصة، بس في بيع الحمد لله، بس شنو مش كيف ما تبي أنت، فهمته؟ بيع أنه هو كيف أنك تقول العيد كيف قبل سنة فاتت واللي قبل، أنه بيع ما شاء الله حتى قبل العيد بأسبوع بأسبوعين في بيع، بس تو ناقصة تبيع، ما فيش في اليوم ممكن ما تطلعش حتى يوميتها، بس إن شاء الله مع السيولة نزلت تو اليومين هذين اللي فات، اليوم مضى لحد اليوم نزلت، وإن شاء الله يا ربي الشعب كله ياخذ فلوسه ويشتري كل حاجته وياخذ عيده، وان شاء الله رب ما فيش حد ما يعيدش كلها تعيد. هو العيد وهذه العاده، العقبه الداير، وان شاء الله على جبل عرفات السنه الجايه. في سياق ذي صلة، تشهد مصارف مدينة سبها نقصا كبيرا في السيولة النقدية وتأخر صرف مرتبات المواطنين لعدة أشهر. الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على الحياة اليومية للمواطن، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. نقص السيولة النقدية في مصارف مدينة سبها وتأخر صرف المرتبات مشكلة طال أمدها، وانعكست بشكل واضح على الحياة المعيشية للمواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى. المواطنون يصطفون في طوابير طويلة أمام المصارف، كلهم أمل في الحصول على مستحقاتهم، بالرغم من أنها مبالغ زهيدة في ظل هذا الغلاء الذي شمل كل شيء. جينا المجلس قدمنا شيكاتنا، هات شيكك ورقم بطاقتك ورقم السكة متاعك، رقم التلفون متاعك،
وقعدوا يذبحوا فينا قدوه تعالوا بعد قدوه تعالوا قدوه تعالوا بعد قدوه تعالوا. حتى الحق الخبز اللي عويلنا ما لقيناه، لاسقارنا ما لقيناها. 450 ما بيديرن شيء، كل واخذ دين يخلص في الدين ويصفق ايديه يقعد. مره يقولوا لنا اليوم، مره يقولوا لنا غدوه، مره يقولوا لنا في العشيه. وين؟ و500 ما يديرن شيء راهو. بالخص اصحاب اليسرى. والله عندي عيل جزون اليوم باش نشري له الخبز ما عندي. اليوم خمس اشهر واحنا متكسرين متدقدقين. ليه؟ حرام ولا حلال؟ الازدحام الشديد أمام شبابيك الصرافة بالإضافة إلى الوضع الأمني المتردي هي أسباب أخرى زادت من معاناة المواطنين، خاصة كبار السن الذين يجدون صعوبة كبيرة في هذه الظروف. وتو ننتظروا إن السيولة بس هم اللي معرقلين، يعني في المصارف هم اللي معرقلين الأمور، يعني نستنوا فيهم، يعني جميع المصارف نستنوا في الكشوفات والصكوك اللي سلمناها ليهم، نستنوا يخصمونا القيمة و ويجيبوا لنا سيولتنا ونزعوها على الناس، يعني على أكمل وجه إن شاء الله. أوضاع صعبة تمر على مواطني سبها، فيما تظل حالة الانقسام السياسي والتردي الأمني يلقيان بظلالهما الوخيمة على حال المدينة وأهلها، والتي لسان حالها يقول أنقذوا ما تبقى من سبها. ناشد المصرف الخارجي الليبي جميع الأطراف التحلي بالحكمة وتغليب المصلحة العليا للوطن، مؤكدا بأن إدارته مستمرة في أداء عملها. وأوضح المصرف في بيان له أن جميع معاملاته المالية الداخلية والخارجية تخضع للرقابة وتتم متابعتها بشكل مستمر من قبل ديوان المحاسبة. وشدد المصرف أن موظفيه ومجلس إدارته يرفضون بشكل قاطع قرار الإقالة الصادر عن رئيس المصرف المركزي الذي وصفه بغير الصائب، مناشدا جميع الجهات القضائية والرقابية في ليبيا تحري صحة هذا القرار والعدول عنه من أجل استمرار المصرف في تحقيق نتائجه الطيبة داخليا وخارجيا حسب قوله. كشف تقرير لجنة التحقيق في خسائر المصرف الخارجي عن عدم وجود تقارير من المصرف الخارجي من شأنها تحديد المخاطر التي قد يتعرض لها والمرتبطة بعملياته، إضافة لعدم وجود دراسات معدة من قبل الإدارة حول الخسائر التقييمية التي تعرض لها المصرف نهاية 2015. وكشفت اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة عن غياب دور إدارة المراجعة الداخلية فيما يتعلق بالمراجعة المصاحبة لعمليات شراء السندات وتتبع مراحلها المختلفة بما يضمن حماية وصول المصرف، مؤكدة أن عملية شراء السندات تمت دون مرورها على إدارة المراجعة لمراجعتها والتصديق عليها، فضلا عن غياب دور الإدارة القانونية في متابعة العقود والاتفاقيات الموقعة بين المصرف والمؤسسات المالية الأخرى، وخاصة فيما يتعلق باتفاقيات شراء السندات حسب قولها. ولتفاصيل الموضوع ينضم معنا عبر سكايب من ميلانو رجل الأعمال حسني البي. سيد البي، كيف تقرأ أولا رفض المصرف الليبي الخارجي الامتثال إلى قرار الكبير بل ولجوء أهل القضاء الإداري كرد؟ طبعا كالعادة نحن في ليبيا نشخصن في كل شيء، يعني نحن نتكلم وكأن المصرف العربي الخارجي معتمد على شخص واحد أو على أشخاص. في الواقع المؤسسات مؤسسات بغض النظر عن من هي الأشخاص التي تتولى مهام إدارتها. فحسب اعتقادي أن نحن مفروض ما نتكلمش على إذا كان السيد محمد يوسف قاعد أو مش قاعد، أقيل أو ما أقيلش من الكبير أو من غير الكبير، ولكن ما في شك أن فيه خسائر تحققت نتيجة لاستثمارات معينة محددة، لكن للأسف لم يخرج عندنا المصرف العربي الخارجي بالنتائج الكلية حتى نحن نقدر نميزوها وأداء مقارنة مع مصارف عندها ذات رأس المال وعندها ذات الودائع ونقارن النتائج ببعضها، لأن من الصعب جدا أن نحن في مؤسسة مصرفية عملاقة كيف مصرف الخارجي أن نحن نركز العملية على جانب واحد أو على
استثمار واحد ونقول ان هذا الاستثمار خسر او هذا الاستثمار مفروض ان ما يتمش بهذه الطريقه او بذاك. طيب سيدي الكريم، لماذا الكبير تحدث عن ان المصرف الليبي الخارجي يفتقر الى الكفاءه اللازمه في السوق الماليه وايضا في اداره الاستثمارات في الخارج؟ على ماذا استند؟ طبعا هذا اولا عيب حتى على الكبير على مصرف ليبيا المركزي، انه سمح الوصول اذا هذا هو واقع. الامانه انا ما نعرفش قدرات من هم بالمصرف العربي الخارجي، ان كانت لديهم القدرات ام لم تكن لديهم، لان في الاخر بكل نرجع ونتكلم على مؤسسه وعندها راس مال بهذا القدر وعندها ودائع بهذا القدر ولها 40 سنه او تقريبا 40 سنه هم اللي حصلونا في مبيعاتنا من النفط، وهم اللي يدفعوا في الشريك الاجنبي في عصا من النفط. ان نجي اليوم ونقول ان ما فيش امكانيات ولا ما فيش قدرات، هذا شيء صعب جدا. طيب، رفض المصرف الامتثال لقرار الكبير سنده الحبري عبر بيان رسمي وصف فيه الكبير بالمحافظ والقاضي، يعني دخول مركز البيضة دائرة النزاع بين مركز طرابلس والخارجي، إلى ماذا يشير هذا؟ طبعا بالنسبة لكل شخص عنده وجهة نظر. الانقسام في مصرف ليبيا المركزي هل ينقسام مجلس إدارة وليس انقسام مصرف ليبيا المركزي كمؤسسة؟ هناك أربع أعضاء مصرف ليبيا المركزي موجودين في البيضة وعضوين في طرابلس، وكل منهم عنده وجهة نظر ومرات حتى يستعملوا في هذه الآليات مجرد للعفسة كيف ما يقولوا بالليبي واحد في الآخر. لكن المفروض أن نحن ننظر إلى الأداء الحقيقي للمصرف الخارجي، هل الأداء الحقيقي الكلي للمصرف الخارجي وليس النظر لجانب معين من الاستثمار. فالاستثمار مخاطرة، والمخاطرة فيها ربح وخسارة. اللي شفته شخصيا أن في بعض الاستثمارات اللي تمت في سندات غير مدرجة وخسرت، ومنها لها مخاطر كبيرة، مما جعل السيد الكبير أن يستعمل المادة 62 من القانون المصارف ويستعمل صلاحياته في إقالة مجلس إدارة والمدير العام. ولكن في اعتقادي أن نرجع ونقول أن المؤسسة مؤسسة ما هيش مؤسسة افراد. طيب، في زاوية اخرى من النزاع، يعني ديوان المحاسبة هو ليس على توافق اصلا مع المركزي، هنا وقف مع المركزي واتهم الخارجي بعدم تقديم تقارير تحدد المخاطر المرتبطة بعملياته وايضا عدم وجود دراسات عن الخسائر التقييمية، كيف تعلق؟ سامحيني ما سمحتكش. سألتك عن ديوان المحاسبة. ديوان المحاسبة اتهم الخارجي بوضوح بعدم تقديم تقارير تحدد المخاطر المرتبطة بعملياته، وهنا المحاسبة يعني أنت تعلم بأنه ليس على توافق مع المركزي، وهنا يعتبر يعني أكد قرار الكبير إلى حد ما. كون في مشكلة ما في شك أن في مشكلة، ولكن هل هذه المشكلة مأثرة على الأداء الكلي للمصرف وإلا مجرد عن سندات محددة؟ هذا شيء ثاني مفروض أن يكون مطروح بوضوح. مشكلتنا نحن في ليبيا أن نعتبر كل شيء سرية، لا مصرف ليبيا المركزي يطلع ببيانات ولا المصرف العربي الخارجي يطلع ببيانات، وكل واحد معتبر أن المؤسسة اللي تحت هذه ملكة الخاص، والإفصاح على البيانات هو مجرد إفصاح على أسرار، بالرغم أن اليوم في القرن 21 مفروض ألا توجد أسرار، وكل البيانات مفروض تكون متوفرة، لأن في الآخر بكل هذين سواء كان البنك المركزي أو المصرف العربي الخارجي مؤسسات مملوكة من الشعب الليبي عن طريق الأولى وزارة الخزانة، والثاني عن طريق مصرف ليبيا المركزي اللي هو في الآخر بكل مملوك للخزانة. للأسف شديد هي مشكلتنا مشكلة ثقافة، ثقافة أن نشخص في كل المؤسسات مؤسسة إذا ما فيهاش فلان هذه ما تنفعش، وإذا فيها فلتان هذه حتكون أفضل. طيب، ما المتوقع لهذه الأزمة؟ هل القضاء الإداري هو الذي سيفصل فيها أم بالعكس ستأخذ وقت طويل كما غيرها من الأزمات؟ أعتقد أن حسب اعتقادي أن مفروض السيد محمد يوسف يمتثل للقرار، وإذا كان عنده أي اعتراض
يتقدم به للقضاء. عملية جمع توقيعات من موظفين وكأنها لجنة شعبية، هذا كلام غير مقبول في مؤسسة بهذا الحجم وبهذه المقدرات. أشكرك رجل الأعمال حسني بي، أشكرك، فكرتك حول الموضوع أصبحت واضحة. حدثنا عبر سكايب من ميلانو. قال فرع منظمة أطباء بلا حدود في ألمانيا الأربعاء إن المهاجرين الذين أنقذتهم السفينة أكواريوس في البحر المتوسط مؤخرا تحدثوا عما تعرضوا له في ليبيا من تجارة رق وتعذيب وعنف جنسي وعمل بالسخرة. ونقلت وكالة رويترز في تقرير نشرته الخميس عن مدير مدير فرع المنظمة في ألمانيا فلوريان فيستيفال قوله إن صبيا إريتريا يبلغ 16 عاما روى شهادته عن تعرضه للبيع مع آخرين في مزاد علني قبل أن يجبر على العمل لستة أشهر في مزرعة. بعد فصول من اللا إنسانية التي عملت بها سفينة الإنقاذ في البحر المتوسط أكواريوس التي تديرها منظمة SOS ميديتيريان الخيرية الفرنسية الألمانية وفق منظمة أطباء بلا حدود، ها هي أخيرا ترسو في ميناء فاليتا المالتي. بعيون فرحة يتطلع هؤلاء المهاجرون إلى اليابسة بعد رحلة كادوا يفقدون فيها الأمل في بر أمان يؤويهم، غير أن حرارة الاستقبال التي منحها لهم بعض المالطيين من نشطاء حقوق الإنسان قد أعادت إليهم إنسانيتهم. السفينة التي تحمل على متنها 141 مهاجرا أغلبهم من الصومال وإريتريا كان بينهم 70 قاصرا، 40% منهم دون سن 15 وكثير منهم دون مرافق. وكالة رويترز نقلت عن منظمة أطباء بلا حدود قصصا مأساوية لعشرات المهاجرين القُصّر عاشوها في رحلة هجرتهم في عرض البحر وفي مراكز احتجازهم في ليبيا، على غرار قصة الصبي الإريتري ذي 16 عاما الذي تعرض للبيع مع آخرين في مزاد علني قبل أن يجبر على العمل بالسخرة لستة أشهر في مزرعة حسب روايته. رويترز نقلت عن تقرير لصحيفة التايمز صدر بداية الشهر الحالي أن مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا عبارة عن مستودعات مغلقة دون نوافذ يطلق عليها المهاجرون عبارة النوم على حد السكين نظرا لاكتظاظها بالرجال، فمركز طريق السكة بطرابلس حسب الصحيفة يكتظ فيها 1300 شخص يعيشون متلاصقين في حرارة الصيف الحارقة دون أي تهوئة. وتظل التجربة وحقيقة ما يعيشه المهاجر أكثر مرارة من أن تصفه التقارير بحسب ما تقول المنظمات الإنسانية. وحذرت منظمة التضامن لحقوق الإنسان من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين في مراكز الاحتجاز في ليبيا بعد انخفاض أعداد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا بنسبة 80%. وقالت المنظمة في بيان لها إن ارتفاع الأعداد في ليبيا يشكل ضغطا كبيرا على المراكز التي تعاني من مشاكل في المرافق والرعاية، مشيرة إلى أن بعضها غير مؤهل لأن يكون مرفق احتجاز. وأوضحت المنظمة الحقوقية أن إغلاق الأبواب أمام الهجرة الآمنة ليس حلا بل هو سياسة غير أخلاقية لا تحترم حقوق الإنسان وتدفع المهاجرين إلى المخاطرة بحياتهم حسب البيان. انضم إلينا عبر الهاتف من جنيف رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان جمعة الأعمامي. سيد الأعمامي، بداية أطلعنا عن رصد المنظمة لأوضاع المهاجرين في مراكز الاحتجاز في ليبيا. نعم، أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. حسب أيضا بيان ووضعت فيه بعض الإحصائيات، وكانت الإحصائيات التي قامت بها التضامن أو الإحصائيات الرسمية الأساسية التي نبني عليها الأهداف هي منظمة الهجرة الدولية، فالأعداد تتحدث على 680 ألف مهاجر موجودين الآن في ليبيا. هذه الإحصائية كانت في مايو يونيو 2018.
تتوزع هذه الأعداد في مناطق ليبيا عامة، 66% منها في المنطقة الغربية، 28% في المنطقة الوسطى، وتقريبا 6% في المنطقة الشرقية، والجنوب أيضا يشمل قضية المنطقة الغربية. فالأعداد تعتبر كبيرة جدا. عدم إمكانية الدولة الليبية في الوضع الحالي في استيعاب أو كيفية التعامل مع يعني أنت تتحدث هنا سيد العمامي عن 600,000 مهاجر في مراكز الاحتجاز؟ لا، 680,000 هذو موجودين في ليبيا عامة. ليس كل مهاجر غير نظامي موجود في مراكز إيواء. الأعداد اللي هي موجودة ممكن موجودة في هذه الأعداد مش كبيرة جدا يعني. معظمها موجودين في ليبيا ولكن ليسوا في مؤسسات أو مراكز إيواء. طيب، يعني منظمة أطباء بلا حدود في ألمانيا تحدثت عن أن المهاجرين تعرضوا للرق والتعذيب والعنف الجنسي والعمل بالسخرة. كذلك ما أوردته وكالة رويترز عن رواية الطفل الأريتري حول هذه القضية فيما يتعلق بالاتجار. هل أنتم كمنظمة التضامن لحقوق الإنسان رصدتم هذه يعني المعاملة يعني، وكيف تعلق على ذلك؟ نعم، هو فيه لابد في نفرق ما بين الأشياء. فيه هي التجارة بالبشر، وفيه اللي هي الرق اللي تعاملوا فيه. الأكثر الأشياء اللي يصير هي التجارة بالبشر، هي عبارة عن نقل الشخص اللي هو يريد أن يهاجر إلى أوروبا من مجموعة إلى مجموعة ثانية. وايضا الطريقه الثانيه للاسف اللي هي نحن يعني رصدناها في عمليه المهاجرين غير النظاميين الموجودين في المراكز الايواء، وفعلا استخدامهم في الاعمال اللي هي مثلا البناء في نقل الاشياء، وبدون اعطائهم حقوقهم مثلا اجرهم على العمل. هذه للاسف منتشرة جدا في معظم المراكز الإيواء اللي هي موجودة في ليبيا. أيضا شح المواد الغذائية، المواد الصحية، مواد حليب الأطفال، التعامل كيفية التعامل مع الأطفال، تفريق ما بين الكبار والقاصرين في المراكز، هذه كلها للأسف غير موجودة. أيضا ضعف أو عدم إمكانية يعني قدرة هذه المراكز لا تستطيع فعلا استيعاب الأعداد. يعني مثلا نتحدث على مركز يؤوي ممكن 250 تجد فيه ضعف هذا العدد ببساطة جدا، يعني لأن الأعداد كبيرة جدا في هي موجودة. طيب، يعني هذه المسؤولية تقع على من في ظل كل هذه الاتهامات التي تأتي من منظمات حقوقية، إن كانت يعني عالمية أو حتى منظمات حقوقية خاصة؟ كل هذه الاتهامات برأيك على من تقع؟ بالتأكيد هي تقع على السلطات الليبية، تقع على الاتحاد الأوروبي وسياسة اللي هي متبعها الآن، تقع خاصة مع الحكومة الجديدة في إيطاليا وكيف تعاملها، سياستها الجديدة في التعامل مع المهاجرين. هؤلاء الجهات وهذه الجهات هي التي تتحمل المسؤولية، لأن هي كما رأينا سلفنا يعني الحديث أنه نتحدث في ليبيا فقط على 680,000 مهاجر غير نظامي. هناك ايضا في المناطق الاخرى في المغرب، في تونس، هذه ايضا فيها مهاجرين. نعم، ولكن التركيز من المنظمات الحقوقيه الان على ليبيا فيما يتعلق بكل هذه الاتهام، ومنها قصه هذا الطفل الاريتري. يعني كيف بالسلطات الحكوميه، حكومه الوفاق او غيرها، كيف بالامكان التعامل مع هكذا اتهامات او حتى هذه القصص؟ نعم، هي في قضايا التدريب لا جزء كبير من يعني الأشخاص اللي هم موجودين في مراكز اللواء أو القائمين على مراكز اللواء يحتاجوا إلى تدريبات في كيفية التعامل مع
مع هذه الأعداد اللي هي موجودة فيها. أيضا التعامل معهم أن هؤلاء يعني الهجرة غير النظامية هي غير مش جريمة في حد ذاتها. فالتعامل معها أن هي كجريمة مشكلة أساسية في كيفية التعامل مع الشخص اللي هو موجود في مراكز اللواء أصلا يعني. أيضا السلطات الليبية تعاملها مع الاتحاد الأوروبي وخاصة مع إيطاليا غير واضح يعني. مثلا لم نسمع على أن هي تفكير في حل قضايا في بلدان المصدر الأساسية. كيف ممكن السلطات الليبية مع منظمة الهجرة الدولية مع الاتحاد الأوروبي كيفية التعامل مع هذه الأعداد وإيجاد حلول في الدول المصدر؟ هذا هو كيف يكون الحل فعلا. الحل يحتاج إلى وقت يعني. نحن لا نرى أن الحل يكون في فترة قصيرة الهدية لكن تحتاج إلى نعم. من جنيف رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان جمعة العمامي، شكرا جزيلا لك. قال المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة أن البعثة تؤيد فكرة الانتخابات لحل مشكلة الشرعية وازدواجية المؤسسات في السلطات التنفيذية والتشريعية، مبينا أن إرادة الشعب الليبي هي التي تقرر. وأوضح سلامة خلال زيارته إلى بنغازي أنهم يستعجلون الإصلاحات الاقتصادية فضلا عن عملية الإصلاحات النقدية والمالية الضرورية. قال المجلس البلدي بنغازي إنه سيتم فتح مكتب البعثة الأممية في بنغازي خلال الأسابيع القادمة بعد الانتهاء من اختيار المقر. وذكر الموقع الرسمي لبلد بنغازي أن عميد البلدية بنغازي عبد الرحمن العبار بحث مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ملف نزع الألغام وكيفية دعم البعثة الأممية لملف إعادة إعمار المدينة، فضلا عن مستجدات الوضع السياسي في الوقت الراهن وآخر التطورات فيه. في بنغازي أيضا باشرت البلدية في تنفيذ أعمال هدم وإزالة المباني المدمرة كليا، وذلك بناء على عملية الحصر التي قامت بها لجنة حصر وتقييم أضرار المباني. هذا وقال مدير مكتب الشؤون الفنية بقطاع الإسكان والمرافق خالد العبدلي أن أعمال هدم وإزالة المباني المدمرة جراء الحرب أتى بناء على العقود المبرمة بين بلدية بنغازي والشركات المنفذة، لافتا إلى أن عملية الإزالة ستكون على مراحل وستشمل مناطق بعطني الليثي الهواري غاريونس جنفودة بوصني بلغوارشة وسط البلاد الصابري الزريعية، إضافة إلى مواقع أخرى في المدينة طالها الدمار، ومطالبا ملاك هذه المباني بضرورة التعاون مع الشركات المنفذة في إنجاز أعمالها. نشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. الليبية للبريد والاتصالات تعلن البدء في أطول خط بحري في العالم بين درنا ومدينة خانيا اليونانية. في برنامجكم الحواري في اي بي سبورت معه لعبت بكل الفئات السنية. بعد تعاقدي مع روما توقعت المنافسة فورا عندما أدخل الميدان، فإنني أدخل للفوز. كنت من أبطال ذلك الفريق العظيم الذي فاز بكأس العالم. VIP Sport يأتيكم في الأوقات التالية. لكل خبر أبعاد وخفايا، نغوص في ثناياها مع مسؤولين ومختصين لنظهر جزءا من الحقيقة. الملف يأتيكم في الأوقات التالية.
شكشك يدعو وزارة الاقتصاد لمنح الموافقة على التغطية لكافة الشركات الموردة للأضاحي. عقب إقالة إدارته المصرف الخارجي يرفض القرار ويقول إن جميع معاملاته تخضع للرقابة. أطباء بلا حدود تقول إن المهاجرين يتعرضون للتعذيب في ليبيا وتضامن تحذر من تنامي أعدادهم. أهلا بكم من جديد. قضت محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية الثانية الأربعاء بإدانة 99 شخصا منهم 45 بالإعدام رميا بالرصاص و54 بالسجن لمدة 5 سنوات وبراءة 22 شخصا من جميع التهم المنسوبة إليهم. وأصدرت المحكمة حكمها في قضية ما يعرف بسريع أبو سليم والمتهم فيها 128 شخصا بحضور رئيس وأعضاء هيئة المحكمة إضافة إلى فريق الدفاع وأهالي وأقارب الضحايا والمتهمين. قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إن الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف في طرابلس مدعاة للقلق بالنظر لأحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة والبالغ عددها 45 حكما. وأضافت البعثة أنها تسلم بالجهود التي يبذلها القضاء الليبي لمحاسبة الناس على الجرائم التي ارتكبت خلال عام 2011 لاسيما في خضم النزاع المسلح والاستقطاب السياسي، مؤكدة أنها تعارض فرض عقوبة الإعدام كمسألة مبدئية حسب قولها. أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق انخفاض إحصائية وفيات حوادث المرور في النصف الأول لعام 2018 مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت الداخلية وفاة 888 شخصا فيما العام الماضي سجل 1143 شخصا. وأوضحت وزارة الداخلية في إحصائية نشرتها عبر صفحتها الرسمية أن عدد الحوادث وصل 1940 حادثا فيها العام أو فيما العام الماضي سجل 2552 حادثا. وقالت الوزارة إن السرعة تعد من أهم أسباب حوادث الطرقات، داعية المواطنين بمناسبة اقتراب عطلة عيد الأضحى إلى الالتزام الكامل بكافة القوانين والقواعد المرورية حفاظا على أرواحهم وأرواح من معهم. قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن عناصر مسلحة تابعة للأمن المركزي اقتحمت صباح الثلاثاء مقرا تابعا لشركة البريغة لتسويق النفط بشارع الظل بمدينة طرابلس مطالبين بمقابلة رئيس لجنة إدارة الشركة عماد بن كورة. وأضافت المؤسسة في بيان لها أن الجهة التي اقتحمت المقر أخطرت مدير مكتب شؤون لجنة الإدارة بعدم دخول بن كورة إلى المكتب إلا بعد مراجعتهم، مستنكرة في الوقت ذات هذه الحادثة ومحملة الجهة التي تقف خلف هذه الحادثة النتائج المترتبة على ذلك. قال عضو المجلس البلدي بمدينة بن قردان التونسية الحسين بالطيب إنه جرى الاتفاق مع المجلس البلدي زوارة على عقد اجتماع ثنائي بين الطرفين الأحد القادم بمدينة زوارة للتباحث في أزمة إغلاق معبر سجدير الحدودي المتواصلة
منذ ما يقارب الشهرين. وأشار بالطيب في تصريح خاص للأحرار إلى أن اللقاء المزمع عقده على الأراضي الليبية جاء بعد جملة من الاتصالات المكثفة بين الطرفين في خطوة لتدعيم الجهود الليبية التونسية لإعادة فتح المعبر، وبناء على دعوة من المجلس البلدي زوارة. وفي إجابة منه على سؤال الأحرار حول إمكانية فتح المعبر ولو جزئيا خلال فترة أيام عيد الأضحى، أكد عضو المجلس البلدي بن قردان أن هذه الخطوة ستدرس خلال الاجتماع المذكور. أعلنت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة عن البدء في مشروع الكابل البحري العالمي الواصل بين مدينة درنة ومدينة خانيا باليونان، الذي يعد أطول خط بحري في العالم بطول 400 كيلومتر لدعم الاتصالات في المنطقة الشرقية. كما أعلنت الشركة عن مشروع الخط البحري طرابلس بنغازي مارسيليا بباليرمو، بالإضافة لاستعداد الشركة لإقامة مؤتمر لتوقيع اتفاقية بين الشركة القابضة وشركة العربسات لتوفير خدمة الاتصال الفضائي لخدمة الإنترنت. وكشفت الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات عن هذه المشاريع في مؤتمر صحفي بفندق باب البحر للإعلان عن إطلاق سلسلة من مشاريع البنية التحتية. إطلاق مشروع الكابل البحري العالمي درنا خانية في اليونان، هذا كابل بحري يعتبر أطول كابل بحري في العالم بطول 400 كيلومتر بدون أي ريبيترز، بدون أي مضاعفات أو مقويات. هذه الكوابل البحرية تضم أيضا كابل بحري طرابلس مارسيليا باليرمو. أهمية هذه الكوابل البحرية هي ليست فقط للشبكة الليبية وإنما للشبكة العالمية، سوف توفر الوثوقية في للشبكة الاتصالات الليبية، وكذلك سوف تم ربط كل من مشغلين الاتصالات في كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا والدول الأوروبية على جنوب المتوسط، وكذلك دول البحر الأبيض المتوسط في أفريقيا، وكذلك ربطها بأفريقيا. اعتمدت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة الأربعاء نتائج شهادة الثانوية العامة بجميع أقسامها، حيث بلغت نسبة النجاح 57% من المتقدمين للامتحانات. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الناجحين لهذا العام بلغ 14971 طالبا وطالبة، من إجمالي عدد المتقدمين البالغ عددهم 26175. انطلق مساء الأربعاء الاجتماع الدوري الثاني لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، والذي تستضيفه مراقبة التعليم بمدينة مصراتة بمقر قاعة الاجتماعات في الشركة الليبية للحديد والصلب. ويناقش الاجتماع المشاكل التي تعيق العملية التعليمية وإيجاد حلول لها، كما يناقش أيضا الاستعدادات للعام الدراسي الجديد. وأضم الاجتماع مراقبي التعليم من 60 بلدية تابعة لحكومة الوفاق الوطني، ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة، ومدراء مكاتب التفتيش التربوي بالمناطق. يهدف هذا الاجتماع إلى تدارس ومناقشة المشاكل التي تعوق العملية التعليمية ومحاولة إيجاد حلول لها، كذلك الاستعداد للعام الدراسي القادم اللي هو العام 2018-2019 اللي نحن الآن على أبواب هذا العام. أقامت مدرسة البيروني للتعليم الثانوي بنات حفل تكريم للطلبة المتفوقين على مستوى مراقبة تعليم بلدية حيلندلس والمتحصلين على نسب متقدمة على مستوى المرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي. ويأتي حفل التكريم هذا للدفعة 28 التي يقيمها أساتذة الثانوية كل عام للطلبة، وسط حضور أهاليهم وذويهم والأساتذة القائمين على مراحل تعليمهم. هذه الدفعة 28 بالنسبة للمدرسة ككل. بالنسبة للبرنامج اللي مديرينه اليوم، احنا نشاركوا الأهل قبل ما نشاركوا نفسنا، نشاركوا أهل الطالبات فرحة نجاح طالباتهم باعتبارهم موجودين في المدرسة عندنا، مدرسة معروفة بتاريخها على مستوى حي الأندلس إن هي منضبطة شوية، حتى في السنة هذه كانت النسبة مشرفة. طبعا نوجه شكري لأول شيء اللي هو الوالد، كان واقف معي في كل محنتي. ثاني شيء لأمي الغالية اللي كانت لها دور كبير في مسيرتي التعليمية. نوجه شكري لكل العائلة. طبعا كانت مرحلة لا توصف، برغم من الضغوطات بكل ما مرنا به.
انطلق المؤتمر العام الثاني للتجمع الوطني الليبي بقاعة الفصول الأربعة بمدينة طرابلس تحت شعار وطن واحد يسع الجميع. المؤتمر حضره عدد من الشخصيات الوطنية من مثقفين وأكاديميين وحقوقيين وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني، والذي ناقش قضايا تخص برامج المؤتمر الوطني عن السنة الماضية، وكذلك طرح الملفات التي تهم واقع الوطن والمواطن من قضايا الأمن والاقتصاد والمهجرين وبرامج المصالحة الوطنية. الشأن العام وهذا الشق الذي بصراحة يعني هو محل اهتمام الكل، وهو الذي يعنى بالشأن الإنساني وخدمات المواطن وقوته وإمكانية الأمن والانسداد السياسي الذي حاصل. كل هذه قضايا مهمة ستكون مطروحة على جدول أعمال المؤتمر. استقبل مركز سبا الطبية اليوم الخميس شحنة من المستلزمات الطبية من قبل وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني. تأتي هذه الشحنة ضمن الشحنات التي خصصت للجنة الأزمة بقطاع الصحة بالمنطقة الجنوبية، وتحوي الشحنة على كميات من القطن الطبي والقفازات ومحاليل طبية. يذكر أن المركز قد استقبل سابقا شحنة من الأدوية تم توزيعها على جميع المستشفيات الحكومية والصيدليات المركزية بالمنطقة الجنوبية عبر الإمداد الطبي فرع فزان، وذلك لتنفيذ آلية التوزيع. استقبلنا اليوم من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني كمية 4 أو 5 سيارات من المستلزمات الطبية قادمة من وزارة الصحة إلى لجنة الأزمة بقطاع الصحة بالمنطقة الجنوبية. هذه المستلزمات سيتم توزيعها على المنطقة الجنوبية. بالنسبة للشحنات، هذه الشحنة الثانية للفترة الماضية استقبلنا أدوية تم إيداعها في الإمداد الطبي، وحاليا هذه الدفعة الثانية، وفيه بعض الدفعات الأخرى قادمة من وزارة الصحة، أجهزة وغير ذلك مما تم مقدمة من وعود إلى مركز سبا الطبي. أقام منتدى تمكين المرأة والشباب احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للشباب، احتفالية استقطب فيها العديد من مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين والنشطاء البارزين على المستوى المحلي. وتناولت هذه الاحتفالية مجموعة من المحاور والكلمات التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق السلم الأهلي لمحاولة الدعم النفسي لمجموعة الشباب الحاضرين وتقديم الاستشارات لهم ولنبذ العنف والدفع بهم إلى مرحلة البناء والتطوير، خاصة في المناطق النائية والتي سعى للعمل إليها أعضاء المنتدى على مختلف مناطق ليبيا. نحن كمنتدى تمكين المرأة والشباب رأينا أن نشتغل على القرار 2250 من خلال إقامة العديد من الورش لعدد من الشباب في مختلف بلديات، حوالي 23 بلدية من 2016 إلى تاريخ اليوم اللي وصلنا له. نوجه رسالة للشباب، نقول لهم أنتم من نعول عليكم في الفترة القادمة لبناء ليبيا، ونوجه يعني كلمة خاصة للشباب وللحكومات يعني والمجالس القيادية، إن زي ما الشباب يعني قوة ونشاط في الأجساد نعول عليهم في والدفع بهم في الحروب، نقولهم إن الشباب لديهم قوة ونشاط في العقول. انطلق بغابة الكشاف في مدينة مصراتة المخيم الكشفي التدريبي 47 لمفوضية مصراتة للكشافة والمرشدات لحلقات المتقدم والفتيان والأشبال للدرجتين الثانية والأولى. ويشارك في المخيم الذي يستمر حتى السبت المقبل مفوضية كشاف نالوت ومفوضية كشاف الخمس وفوج الكشاف كبا وفوج كشاف الدفنية والمحجوب وأبو جرين، وسيتحصل الكشافون على درجتي الأولى والثانية، وسيتلقون تدريبات على التخييم والحراسات والاستفادة من الموارد الطبيعية. المخيم هو الجانب العملي التطبيقي للأيام الكشفية في السنة الكشفية، بحيث ما أخذ الكشاف من 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 أشياء نظرية، هو في هذا المخيم يحاول أن يطبقها كيف يمارس عمليا كل الأشياء التي أخذها نظريا، بداية من التخييم إلى الحراسات اللي هي تعلم الشجاعة التطبيقية والشجاعة الأدبية في الأهزيج والأغاني والتمثيلات والأنشطة الفنية.
بهذا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ونذكركم بعناوينها. شكشك يدعو وزارة الاقتصاد إلى منح الموافقة على التغطية لكافة الشركات الموردة للأضاحي. عقب إقالة إدارته، المصرف الخارجي يرفض القرار ويقول إن جميع معاملاته تخضع للرقابة. وأطباء بلا حدود تقول إن المهاجرين يتعرضون للتعذيب في ليبيا، والتضامن تحذر من تنامي أعدادهم. ومشاهدينا، لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت ليبيا الأحرار تي في وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.